مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من 7 دي سبورت. النهاردة حلقة غنية جدا وأنا فيها ضيف عزيز جدا جدا جدا، ويلا كالعادة نبدأ حلقتنا من عند العناوين. الأهلي يغادر القاهرة ويستعد لمواجهة الهلال السوداني. أول بطولة في 2023 الأهلي يتوج بالسوبر الطائرة. سر المباراة المنتظرة بين المغرب والبرازيل. محلبية يتوج بذهبية بطولة قطر المفتوحة للخرطوش. جوردون يتبرع بعشرة ملايين دولار لتحقيق أمنية الأطفال. وطبعا هيكون في ضيافتنا ضيف مهم جدا، احد اساطير النادي الاهلي بكل تاكيد، الكابتن عبد الله عبد السلام نجم الكره الطائره بالنادي الاهلي. انتظرونا بعد الفاصل عشان نبدا حلقتنا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نبدا على طول اخبارنا من عند النادي الاهلي. اكيد الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اتمرن النهارده الصبح وبعدين سافر الى الخرطوم استعدادا لمواجهه فريق الهلال السوداني الشقيق في اول مباراه بدوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا، وهي اول مباراه بعد العوده من مشاركات كاس العالم للانديه. بالتأكيد الأهلي هدفه الفوز وافتتاح دوري المجموعات بثلاث نقط، رغم أن مبارياتنا مع الهلال السوداني دايما بيكون فيها ندية قوية جدا. وطبعا الفرق السعودية السودانية عفوا عموما فرق كبيرة، وأكيد العلاقات الطيبة بين الأهلي والهلال السوداني وكل أندية السودان حاجة تدعو إلى التفاؤل. الأهلي كمان تم تأجيل مباراته الأولى مع القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، لكن الهلال لعب وخسر من سان داونز في أول جولة بنتيجة 1-0 في جنوب أفريقيا. الأهلي في مجموعة كبيرة تضم الهلال السوداني وسان داونز الجنوب أفريقي والقطن الكاميروني، وكلهم أندية كبيرة ولهم باع في بطولة أفريقيا. وأكيد زي ما حضراتكم عارفين بداية النادي الأهلي دايما بتكون مميزة، ودايما بيبقى عينه على المكسب، ودايما بيبقى عينه على أن الثلاث نقاط الأولانية دي أهم ثلاث نقاط دايما اللي بتدي الدفعة إلى الأمام كالعادة. يعني النادي الأهلي هدفه الرئيسي هو الفوز في كل مشاركاته سواء في بطولة أفريقيا أو في الدوري أو في أي مشاركة. نشوف الإنفوجراف عن تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني ونكمل كلامنا. يعني كلنا ثقة وتفاؤل بفريقنا انه هيحقق نتيجة ايجابية باذن الله في بداية مشواره في دوري المجموعات، وبالتأكيد هنشوف مباراة كبيرة يوم السبت بعد بكرة على ملعب الجوهرة الزرقاء، واللي هتكون بدون حضور جماهيري بسبب قرارات الكاف. كل التوفيق للنادي الاهلي. نروح بقى بعد كده لخبر مهم جدا. وفد من النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، وطبعا معاه الكابتن او الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، هيقوموا بزيارة لمستشفى القلب في أسوان، وذلك بالتنسيق مع الدكتور مجدي يعقوب المؤسس والرئيس الفخري لهذه المؤسسة طبعا، واللي بتقوم بدور كبير جدا في علاج مرضى القلب خاصة في أهالي الصعيد. طبعا حاجة هي الدور المجتمعي للنادي الأهلي والدور المجتمعي للكابتن محمود الخطيب، وأكيد النادي الأهلي بيسعى دائما أنه يبقى ليه دور مجتمعي كبير، سواء وطبعا عنده سوابق كتير النادي الأهلي مع مؤسسات كبيرة، مع 57-357، مع أكتر من مؤسسة بهية، كل المؤسسات الخيرية تقريبا يعني.
غير ان النادي الاهلي اصلا عنده مؤسسه تنميه اجتماعيه في النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب كمان عارف الدور اللي ليه كاسطوره من اساطير الكره المصريه واسطوره النادي الاهلي، وعارف دور النادي الاهلي المجتمعي اللي دايما بياكد عليه في اي ايفنت في اي مؤتمر صحفي في اي حاجه. النادي الاهلي عارف انه ليه دور مجتمعي مهم جدا. دكتور مجدي يعقوب طبعا من العلامات البارزه في تاريخ الطب سواء في مصر او في امريكا او في اي حته من الحتت اللي اشتغل فيها، كمان استثمر ده بشكل جيد جدا مع ابنائه وابناء بلده في اسوان. ده كان خبر مهم جدا 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 عن الدور المجتمعي للنادي الاهلي. هنطلع فاصل صغير ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره اخرى، انتظرونا. ورجعنا لحضراتكم بقى عشان نروح على طول لالعاب الصالات، وعندنا الاسبوع ده خبر جميل الحقيقه. فريق الماسترز طبعا حققوا اول بطوله في 2023 بالفوز على الزمالك 3-0 والحصول على السوبر دوري، بطوله جديده طبعا، ودي بطوله اول سنه بالقائم السنه دي. وبالتالي كالعاده الاهلي بيكتب التاريخ في كل الالعاب، وبدايه جميله لسنه 2023. مباراه كبيره قدمها فريق رجال الطائره في النادي الاهلي ومدربهم طبعا كابتن محمد مصلحي اللي عامل مسيره رائعه مع الفريق. نروح نشوف تقرير عن البطوله وتتويج الاهلي بيها ونطلع ونرجع لحضراتكم مره اخرى على طول. إنجاز جديد للقلعة الحمراء سطره لاعب الأهلي للكرة الطائرة بعد تتويجهم بأول لقب لكأس السوبر المصري باكتساحه فريق الزمالك بثلاثة أشواط دون رد من على صالة هيئة قناة السويس في الإسماعيلية. إصرار كبير يحمله نسور الأهلي للفوز بكل البطولات التي ينافس عليها خلال الموسم الحالي، ومجهود كبير من جميع لاعبي الفريق الذين تحلوا بالتركيز الشديد طيلة الجولات، وكانت لديهم رغبة قوية حاضرة في الفوز باللقب بدءا من الجولة الأولى التي حقق فيها فوزا كاسحا على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط دون رد. في الجولة الثانية حققوا فيها الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. في الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة، ثم الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أيضا في قبل النهائي، ثم اكتساح الزمالك بثلاثة أشواط نظيفة في النهائي ليكرس المارد الأحمر العقدة أمام غريمه التقليدي بعدما التقى الفريقان في خمس مناسبات خلال الموسم الحالي فاز بها الأهلي. كما أصبح الشياطين الحمر على مقربة من تحقيق حلم الخماسية التاريخية، حيث من المقرر أن ينافس الفريق على خمس بطولات خلال الموسم الحالي كانت بدايتها بكأس السوبر، يتبعها البطولة العربية للأندية، ثم استكمال الدوري الممتاز وكأس مصر قبل الدفاع عن لقب البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري في تونس. لاعبو الأهلي سيطروا على جميع الجولات وتمكنوا من حسم النتائج لصالحهم بفضل التركيز الكبير والرغبة الجادة في حسم اللقب لبطولة كأس السوبر التي تقام للمرة الأولى، ويعد إنجازا كبيرا للأهلي يضاف إلى سجل بطولات النادي المليء بالألقاب المحلية والقارية، وسيكون انطلاقة جيدة للفريق لتحقيق المزيد من البطولات في المحافل القادمة والتي يسعى المارد الأحمر لتحقيقها والتتويج بها. كعادة الماسترز الحقيقة يعني هم العادي بتاعهم ان هم مكتسحين كل البطولات اللي بيشاركوا فيها. يعني رجعنا لحضراتكم من تقرير بصراحة كان رائع، وكالعادة هنشوف نتائج الألعاب التانية. الأسبوع اللي فات وكمان زي ما حضراتكم عارفين احنا بنشوف نتائج الأسبوع اللي فات وبنشوف اللي هنلعب الأسبوع اللي جاي، كمان الماتشات اللي هنلعبها الأسبوع اللي جاي. كرة اليد رجال الأهلي وطلائع الجيش دوري كرة اليد رجال 30-24 للأهلي، وكأس مصر كرة اليد رجال أيضا الأهلي فاز على الجزيرة 39-22، ومعانا البنك الأهلي كمان في دوري كرة اليد رجال 30-26. نروح بعد كده لكرة اليد سيدات، دوري كرة اليد سيدات الأهلي كسب سبورتنج 26-20 وأيضا كسب الجزيرة 27-14. نروح بعد كده لكرة الطائرة رجال، طبعا نهائي كأس السوبر كرة الطائرة رجال أمام الزمالك 3-0 ده كان أول خبر معانا، وبعد كده كأس السوبر كرة اليد كرة الطائرة رجال طبعا طلائع الجيش 3-0 أيضا، ما شاء الله كل النتائج 3-0، الأهلي والزمالك 3-0 أيضا. كرة الطائرة سيدات طبعا بطولة الدوري الأهلي والشمس، وده ماتش قوي بالمناسبة، الأهلي كسب فيه 3-0.
نشوف بقى الماتشات اللي عندنا الاسبوع اللي جاي. الاهلي وسبورتنج في كره اليد رجال يوم 17/2، الاهلي وسموحه في دوري كره الطايره سيدات يوم 17/2 ايضا، الاهلي والطيران دوري كره اليد سيدات هيبقى يوم 18، الاهلي والصيد دوري كره الطايره سيدات هيبقى يوم 19، والاهلي والنصر البحريني في البطوله العربيه لكره الطايره رجال يوم 20، والاهلي والطيران دوري كره السله سيدات يوم 21. وايضا عندنا ماتش اهلي وزمالك بقى في كره اليد رجال، كل التوفيق لفريق الاهلي يوم 23، وعندنا البطوله العربيه لكره الطايره برضو ماتش الميناء اليمني يوم 23. هنروح بقى لأخبارنا المحلية والعربية والعالمية أيضا. طبعا في خبر النهاردة لسه طالع من شوية صغيرين، مجلس أبو ظبي الرياضي وشركة برزنتيشن سبورت حددوا يوم الخميس النهاردة يعني موعد مباراة كأس السوبر المصري لكرة القدم لنسخة 21-22 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتقرر إقامة المباراة يوم 5 مايو المقبل في أبو ظبي للموسم الثاني على التوالي بناء على مذكرة بالاتفاق بين مجلس أبو ظبي الرياضي والاتحاد المصري لاستضافة بطولة السوبر مرتين متتاليتين. واستضاف طبعا ملعب هزاع بن زايد السنة اللي فاتت بطولة السوبر اللي نسخة 2021 واللي فاز بها النادي الأهلي طبعا على الزمالك بهدفين دون رد يوم 28 أكتوبر الماضي. نتمنى طبعا أن البطولة اللي جاي يكون الأهلي مشارك فيها، وطبعا هيشارك الزمالك بصفته بطل الدوري ونهائي الكاس، ودي برضو من المفارقات الغريبة أن احنا هنلعب نهائي كاس السنة اللي فاتت بتاع الموسم 21 ده 21-22 هنلعبه لسه بين الأهلي وبيراميدز إن شاء الله، لسه قبل إن شاء الله بطولة السوبر اللي هي في شهر مايو. نبدأ بقى أخبارنا العربية والعالمية بإعلان من مباراة بالتاريخ بين المغرب والبرازيل، هتكون أول ظهور لمنتخب أسود الأطلس طبعا بعد المعجزة اللي عملوها في كأس العالم، ووصولهم للمربع الذهبي في كأس العالم ده ما كانش شيء عادي، وبالتالي منتخب المغرب مطلوب. لكن المباراة دي ليها أسرار كتير جدا وليها استثناءات كتير جدا. المباراة دي هتكون في ملعب طنجة يوم 25 مارس الشهر القادم، ووراها سر. السر هو طبعا الراجل اللي فاهم في كل حاجة تخص الكرة المغربية فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، قرر إقامة المباراة دي مباراة ودية بالاتفاق مع الاتحاد البرازيلي عشان تكون مكافأة لوليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب بعد التواجد في المربع الذهبي لكأس العالم. دي مش أول مرة بالمناسبة فوزي لقجع يعمل كده، يعني قبل كده عملها مع هارفي رينار مع منتخب الأرجنتين، لعبوا ماتش ودي أصلا برضو تكريما لهارفي رينار بعد تأهله مع المغرب لكأس العالم. الراجل ده بصراحة أنا معجب جدا 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 بطريقته في التعامل، حقيقة شيء محترم إننا نشوف مباراة كبيرة بين المغرب والبرازيل تفكرنا شوية بأجواء كأس العالم، وبنتمنى كل التوفيق طبعا لمنتخب المغرب. معنا بقى الزميل حمزة شتاوي من المغرب يكلمنا عن مباراة المغرب والبرازيل، طبعا الأشقاء في المغرب هيكلمونا بالتفصيل. زميلنا حمزة أهلا وسهلا بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. مساء النور زميلي العزيز عبد الرحمن، مساء النور لكل مشاهدي ومتابعي شاشة النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا. أهلا بيك، وطبعا كل التوفيق لمنتخب المغرب في مباراة استثنائية أمام البرازيل، وللكرة المغربية كلها اللي شرفتنا في أكتر من حدث، شرفتنا في كأس العالم بدخولها المربع الذهبي، شرفتنا بتنظيم بطولة كأس العالم للأندية. لكني عايزك تكلمني دلوقتي عن لقاء البرازيل. أكيد أول شيء أنا أزكي الكلام اللي فضلت به عن فوزي لقجع. ففوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رجل قدم خدمات كبيره للكره المغربيه، ويعني هذه القفزه الكبيره التي تحققها الكره المغربيه ساهم فيها بشكل كبير وكبير جدا. رجل ذكي يعرف كيف يتعامل مع الامور، والنتائج التي تتحدث عن نفسها سواء مع فريق مدينه نابلس بركان او مع المنتخبات المغربيه والمنتخب المغربي الاول بصفته رئيس للجامعه. مباراه المغرب والبرازيل
اعتقد على انها ضربه معلم كما يقال، على ان تلعب المنتخب المغربي او يكون اول ظهور للمنتخب المغربي بعد الملحمه المونديالية التاريخيه في قطر والوصول الى المربع الذهبي امام كبير القوم، امام المنتخب المصنف رقم واحد عالميا المنتخب البرازيلي، وان تكون كذلك في امسيه رمضانيه هنا في شمال المملكه المغربيه في مدينه طنجه. فاعتقد على كما قلت هذه ضربه معلم، اختيار موفق وموفق جدا ان تظهر امام البرازيل في مباراه وديه، فاكيد رغم انها وديه ولكن ستلعب بثوب وطابع وكانها رسميه، لانك تتحدث عن سحره البرازيل، عن افضل من روضوا كره القدم على مر التاريخ، فبذلك الاختيار كان موفق جدا. المباراه الثانيه ستكون في اسبانيا امام بالفير، منتخب من امريكا الجنوبيه يلعب كره مفتوحه، فبذلك افضل من ان تواجه منتخبات اقل منك مستوى وانت رابع العالم لتواصل تلك الطفره وتواصل رسم تلك الصوره التي رسمها المنتخب المغربي في مونديال قطر. طيب افهم من كلامك كده زميلي حمزه ان دي تجهيزات لكوبا امريكا اللي المغرب مرشحه فيها، الكوبا امريكا اختارت المغرب طبعا نظرا للتمثيل المشرف في كاس العالم للانديه، اختاروا المغرب لتمثيلهم لتمثيل للضيف، الضيف يعني يبقى الضيف شرف لكوبا امريكا. افهم من كده ان ده تجهيز لي كمان المنتخب المغرب للمشاركه في بطوله كوبا امريكا؟ اكيد ممكن جدا، لانه حتى المغرب في مباريات الوديه قبل كاس العالم واجه منتخبي تشيلي وباراغواي مدرستان من امريكا الجنوبيه، اليوم كذلك امريكا الجنوبيه في مواجهه اسود الاطلس البرازيل، اضيف على ذلك منتخب البيرو. فالمنتخب المغربي ان تاكد رسميا مشاركته في كوبا امريكا ستكون كذلك استفاده اخرى وقيمه اخرى تنضاف للكره المغربيه، لا سيما وان اليوم المنتخب المغربي يعيش يعني افضل ايام، اليوم لديه كتيبه مميزه من النجوم، وتالق المنتخب المغربي في مونديال قطر اعطى اضافه كبيره، لانه عدد من نجوم المنتخب المغربي من مزدوجي الجنسيه اللي كانوا قاب قوسين من الدفاع الخامس منتخب هولندا او بلجيكا او اسبانيا او فرنسا، اليوم كلهم جميعا صاروا جاهزين لتمثيل المنتخب المغربي وكلهم معجبين بما يقدمه اسود الاطلس. اعتقد على انه كره القدم المغربيه تعيش مرحله خاصه ومرحله استثنائيه، ويجب حتى فوزي لقجع مع نفسه، انا عارف الرجل يحاول ان يستثمر في هذا الانجاز وان يواصل في هذا الانجاز. فوزي لقجع من الناس الذي يرى على ان الوصول الى القمه مهم، لكن الاستمرار في القمه اهم واهم بكثير، وهو ما يسعى له مع اسود الاطلس ان شاء الله. لما لا كاس افريقيا كذلك تنضاف للخزينه المغربيه التي غابت منذ سنه 76 1900، وهذا استعطاء كبير على كره القدم الوطنيه منذ ذلك الحين. طيب عايز اسالك عن الصوره الجيده اللي سايبها الاهلي في المغرب بعد مشاركته في كاس العالم للانديه، وطبعا طنجه تحديدا المدينه اللي هتقام فيها المباراه، الاهلي يمكن انتصارين والانتصارهم في كاس العالم كان في مدينه طنجه يعني كمان، وليه ذكريات جيده جدا مع جمهور طنجه كمان النادي الاهلي. كيف لا، اكيد هذه يعني عبد الرحمن يعني بكل صراحه ليس فقط يعني على شاشه الاهلي، لكن المعروف لا يعرف، الاهلي المصري فريق له سيد كبير، ملايين من المناصرين والمشجعين والمحبين والعشاق داخل مصر الشقيقه او خارج مصر، فبذلك الاهلي هو قيمه لاي بطوله يشارك فيها سواء كانت في افريقيا في حتى وان كانت في الهند، فاكيد على انه الكل سيناصر الاهلي المتابع الاهلي لانه فريق يعني كقيمه كبيره وكبيره جدا، حتى الهويه البصريه لنادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي على الصعيد العربي والافريقي فهي كبيره جدا، فهو كان اضافه كبيره لكاس العالم للانديه هنا بالمغرب. وانا اريد شرحت نقطه مهمه لاصدقائنا وزملائنا واخواننا في مصر منذ فتره، واعيد وان اكررها مره ثانيه عبر شاشه الاهلي، على ان الجماهير المغربيه شجعت الاهلي وناصرت الاهلي في مباراتين سواء امام اوكلاند سيتي او امام فريق سياتل الامريكي، لكن في المباراه الثالثه امام ريال مدريد فهناك فئه من الجمهور المغربي تناصر ريال مدريد وبرشلونه ولا تناصر اي نادي اخر كيفما كان. انا اعلم جيدا يا صديقي ان اخواتنا في المغرب طبعا يعني عندهم ريال مدريد وبرشلونه دي اهم من الرجاء والوداد، ده شيء معلوم جدا يعني المملكة. خاصة في الشمال، فأنا كنت تحدثت عن هذه النقطة حتى يعني لا تثير الجدل بين هي واضحة جدا، هي واضحة جدا حمزة، يعني هي يعني زميلي حمزة واضحة جدا عشق الجمهور المغربي للفرق الأسبانية طبعا في الشمال، ريال مدريد وبرشلونة عندهم فعلا أهم من الوداد والرجاء، أفتكر لو كان ريال مدريد بيلعب الوداد أو الرجاء كنا هنشوف نفس الحاجة.
تجد يعني عدد من الجماهير في نفس الحالة، وجمهور الجمهور الأهلي يجب أن يعلم كذلك على أن المباراة الأولى أمام أوكلاند سيتي والثانية أمام سياتل فثمن التذكرة لم يكن يعني ثمن بسيط، والجماهير المغربية اقتنت التذكرة ليس من أجل مناصرة أوكلاند أو سياتل بل من أجل الوقوف إلى جانب الأهلي المصري في تلك المباراة. وكذلك فحتى الجماهير، وهذه نقطة مهمة وجوهرية جدا، الجماهير اللي شجعت ريال مدريد وشجعت كذلك الريال أمام الهلال السعودي ليس كلها جماهير مغربية، ف ما يزيد عن 50 رابطة من مناصري ريال مدريد من العالم كله كانوا في المغرب واجتمعوا كفريق وشجعوا ريال مدريد سواء أمام الأهلي أو أمام الهلال. طيب طموحاتك أو طموحات الجمهور المغربي عموما للمنتخب المغرب في الفترة القادمة، الفترة اللي جاية منتخب المغرب خلاص دلوقتي اسمه اتحط في المربع الذهبي لكأس العالم، يعني هو من أكبر 4 فرق في العالم والعالم كله دلوقتي عارف قيمة المنتخب المغربي، طموحات جمهور المغرب والتحديات اللي قدام المغرب في المرحلة اللي قادمة ايه؟ حتى أقول لك حتى أكون صادقا معك، فالتحدي رقم واحد بالنسبة للكرة المغربية دائما هو مواصلة التطور على جميع المستويات والأصعدة، على مستوى البنى التحتية وعلى مستوى المنتخب الأول وباقي المنتخبات، وعلى مستوى البطولات التحدي الأول والرهان الأول سواء للمدرب وليد الركراكي اللي قالها يعني بالحرف الواحد أو لفوزي لقجع فهو تتويج بكأس إفريقيا، وكذلك للجماهير المغربية لأنه لقب غاب عن خزينة المنتخب المغربي منذ سنوات خلت منذ دورة أديس أبابا سنة 76900 ألف، فبذلك الرهان هو كأس إفريقيا ومواصلة التطور ومواصلة كذلك التواجد في المونديال من بوابة المونديال القادم 2026. احنا بنشكرك جدا يا حمزة على تواجدك معانا على شاشة قناة النادي الأهلي، وكل التوفيق لمنتخب المغرب وللكرة المغربية طبعا، ممثل مشرف للوطن العربي الحقيقة، يعني احنا كلنا تشرفنا في كأس العالم بتمثيل المغرب للكرة العربية حاجة مشرفة جدا، وكلنا تشرفنا بفوز بوليد الركراكي، وليد الركراكي المدرب الوطني المغربي اللي وصل للمربع الذهبي بالمغرب، وده هيستوقفني ان اتكلم مع حضراتكم في حاجه مهمه جدا، مشروع المغرب الاستثماري في كره القدم اللي بدا من اكاديميات محمد السادس استمرارا بالشهادات اللي حصلوا عليها المدربين المغاربه اللي اتعملت في المغرب، وكان لفوزي لقجع ايضا دور في ذلك. خليني اقول لكم ان فوزي لقجع غير ان هو عمل لهم تنظيم فني للمدربين كمديرين فنيين، هو ايضا عمل تنظيم اداري لمديرين الرياضه في المغرب الخاصه بكره القدم طبعا، يعني بالتالي هو بدأ مشروعه بشكل منظم جدا جدا جدا. بقينا بنشوف الوداد في النهائي، بقينا بنشوف منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم في المربع الذهبي، ده مش من فراغ، ده شغل. طب هل التجربة المغربية دي ما ينفعش تطبق عندنا في مصر؟ بالعكس دي شبه متطبقة يعني، بس محتاجة إنها تستمر. طب إيه النماذج التانية اللي غير المغرب وبرضه حاسين بنجاح وفرق كبير جدا بيننا وبينها رغم إن إحنا المفروض نبقى أعلى منهم؟ السنغال. منتخب السنغال وصل لنهائي بطولة أمم أفريقيا وحصل عليها وتأهل لكأس العالم، رغم إن مفيش ولا نادي سنغالي قوي أو بقوة الأهلي والوداد والأندية المغربية والأندية المصرية اللي توصلوا مثلا لنهائي تشامبيونز ليج، نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن السنغال عينيها على مشروع تاني خالص إن هم يخرجوا كل لعيبتهم بره. حد دي مدرسة تانية خالص يعني، طبعا مدرسة السنغال دي مدرسة تانية خالص. حد خد باله في بطولة أفريقيا للمحليين اللي كانت مقامة في الجزائر إن منتخب السنغال بالكامل، منتخب السنغال بالكامل بعد البطوله دي احترف؟ وايه طبعا ارخص بكتير من اللعيبه الدوليين، دول المحليين كلهم لعيبه في الدوري السنغالي. طب ده ازاي؟ الناس عندهم هناك البيزنس بتاعهم ان انا اللعيب بتاعي يخرج بره، مش مهم نادي ياخد بطوله، مش مهم نادي يحصل على بطوله، لكن مهم لعيبتي كلها تحترف. دي مدارس يا جماعه طبعا، مدرسه المغرب ان هم بمدرب وطني بلعيبة خرج منهم ناس من أكاديمية محمد السادس احترفوا، ناس لعبت في الوداد وفي الرجاء وفي بقية الدوري المغربي وفريق من الأكاديميات بيشارك في الدوري قدروا يوصلوا، والمدرسة الثانية السنغال اللي هي باختصار شديد جدا أنا عايز أطلع لعيبتي كلها تحترف بره. لو حبيت أقارن ده بمصر هنا باستثناء الأندية الشعبية الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد اللي الناس بتروح لها تختبر فيها ويبقى في مشاريع إن في ناشئين تطلع ويبقى في استثمار قصير جدا، يعني النادي الاهلي يمكن الوحيد اللي بيطلع لعيبته اعراب بره بعد مايكل بروكيتش ما طلع لنا لعيبتنا بره وجهز لنا محمد عبد المنعم مثلا وخدناه وبقى فيه ان انا وفرت ان انا اشتري مدافع بقى عندي محمد عبد المنعم مدافع. لكن ان انا اقول ان انا عندي مشروع زي سيتي كلوب واصل لكل محافظات مصر والراجل اللي بيديره فاهم جدا، العميد محمد مرجان طبعا المدير التنفيذي السابق للنادي الاهلي واحد اعظم المديرين التنفيذيين للنادي الاهلي، لما حب يعمل مشروع ومش في الكوره بس بالمناسبه، في كل الألعاب طلع أبطال منهم في ألعاب تانية زي الجودو والسباحة وألعاب كتير جدا،
المشروع ده هو نفس فكرة أكاديمية محمد السادس. المشروع ده إن أنت وصلت وبدأت تأهيل المشروع ده أو بداية المشروع ده من الإدارة ومن الأمور الفنية، عملت كورسات إدارة وكورسات إدارة كويسة، خدت كورس إدارة من الجامعة الأمريكية جواه، عملت كمان كورسات للمدربين واخترت مدربين فنيين على أعلى مستوى. فبالتالي إحنا أمام مشروع أيضاً كويس، الدولة هي اللي قايمة عليه، شركة سيتي الوطنية هي اللي قايمة عليه. نروح فاصل بقى صغير ونرجع نتواصل مع حضراتكم مرة أخرى في 7 Day Sport. ورجعنا لحضراتكم عشان نواصل بقية أخبارنا العالمية، ونبدأ بقى من عند أسطورة فالنسيا روبن براخا. روبن براخا يا جماعة هو بيقول، أو مش هو بيقول يعني، هو حلم حياته إن كان يدرب فالنسيا. فالنسيا في الوقت الحالي في وضع حرج جدا جدا جدا، فاحتمال كبير جدا أو هم من المرشحين بقوة للهبوط. روبن براخا بقى قال إن هناك خطر على صورته كأسطورة للنادي أثناء تواجده كلاعب بعدما تولى زمام الفريق كمدير فني على أمل انتشاله من منطقة الهبوط، لكنه أكد إنه له الشرف لتولي المهمة. وقال في مؤتمر صحفي خلال تقديمه: هناك خطر لن أخفيه، لكن الحياة عبارة عن قرارات، وأعتقد أن هذا قرار شجاع. كنت أود القدوم في فترة أخرى ولكني لن أدخر جهدا. وأضاف أن الفريق الذي أحبه في المدينة التي أحبها، وأنه سعيد للغاية ويجب التحلي بالشجاعة. وتابع: بالنسبة لي تدريب فالنسيا هو حلم حياتي، وإنه لشرف كبير لي رغم اللحظة الصعبة. أحب أعلق على الخبر ده تعليق صغير جدا، إن هو أسطورة، أسطورة كبيرة جدا. لما النادي يحتاجه، دي قيمة الأساطير بالمناسبة، النادي بتاعك لو احتاجك أنت بتنسى فكرة إن أنت أسطورة، وبتنسى فكرة إن أنت لعبت وأنت نجم والكلام ده كله، وبتروح تزنق نفسك عشان النادي. دي قيمة الأساطير، ودي دماغ الأساطير. هو مش هيفكر في نفسه، هو هيفكر في فالنسيا يعني. يلا بينا بقى نروح لحاجة مهمة جدا جدا جدا. هنروح لخبر عزمي محلبة، الرامي المصري عزمي محلبة اللي توج بالميدالية الذهبية في منافسات بطولة قطر المفتوحة للخرطوش، وطبعا مدينة اللوسيل، وطبعا كلنا عارفين دلوقتي قطر واللوسيل والكلام ده كله. البطولة قامت فيها طبعا بطولة الخرطوش خلال الفترة من 13 حتى 20 فبراير الجالي بمشاركة 156 رامي ورامية يمثلون 52 دولة في مختلف أنحاء العالم. حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية أكد سعادته بأبناء الاتحاد ونجاحاتهم المتتالية في مختلف البطولات الدولية. الرماية حجزت أول مقعد بالمناسبة للمتأهلين لأولمبياد باريس 2024 عن طريق البطل عزمي محلبة الذي فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في دولة كرواتيا. خبر رائع، لازم نتشرف بالنجوم اللي زي عزمي. الحقيقة يعني ما عندناش تقصير مع النجوم اللي زي عزمي، وبالمناسبة إن هو يبقى أول مصري يروح أولمبياد باريس ده شيء مشرف جدا. نروح بعد كده لنوران جوهر لاعبة منتخب مصر ونادي وادي دجلة إلى نهائي بطولة سنسيتي المفتوحة للإسكواش المقامة بولاية سنسيتي الأمريكية خلال الفترة من 12 حتى 16 فبراير الجاري. البالغ مجموع جوائزها 75,000 دولار، وتأهلت جوهر للمباراة النهائية بعد فوزها على مواطنتها ونجمتنا ونجمة نادي هليوبلس سلمى هاني. طبعا ده شيء يدعو للفخر يعني، ان نجمتين بيقابلوا بعض في مركز زي ده. وبتنتظر بطلة وادي دجلة في النهائي مواجهة الفائز من المباراة الجاية طبعا الأمريكية أوليفيا كلاين ونظيرتها الإنجليزية جورجينا كيندي. كل التوفيق لنوران، وكل التوفيق لكل ممثلي مصر في البطولات الدولية. نروح بقى لخبر يخص الأسطورة الأمريكية جوردن، مايكل جوردن أسطورة كرة السلة الأمريكية، اللي قرر إن هدية عيد ميلاده المرة دي تكون مختلفة شوية. جوردن، مايكل جوردن، اتبرع بعشرة ملايين دولار لمؤسسة ميكا ويش أو تمنى أمنيتي. إيه المؤسسة دي؟ المؤسسة دي باختصار بتحقق أماني الأطفال اللي عندهم إصابات صعبة. نجم نادي شيكاغو وولز، طبعا الأمراض الخطيرة واللي بيعانوا من أمراض خطيرة يعني، الأمراض المستعصية يعني، النجم مايكل جوردن قال إن هو أمنيته إن الناس كلها تقلده وتروح لفكرة التبرع لميكا ويش. ميكا ويش دي مؤسسة هو معاهم بقالهم فترة كبيرة جدا، تقريبا بقاله 18 سنة معاهم، تقريبا من سنة 89 بالظبط يعني، أكتر كمان. والراجل بيتبرع بمبالغ، طبعا هو ملياردير كبير يعني مايكل جوردن لحد دلوقتي ما شاء الله، رغم ان هو 60 سنه وبطل باسكت من سنين، الا ان اسمه لحد دلوقتي بيجيب فلوس يعني. فهو الراجل قرر ان هديه عيد ميلاده الستين انه يتبرع ب 10 مليون دولار لمؤسسه ميك اويش، وبيشجع الناس ان هم يتبرعوا للمؤسسه دي. هو طبعا معاهم من 43 سنه،
وجاء في بيان للمؤسسة أن الملياردير الذي يبلغ عامه 60 الجمعة يأمل في أن تلهم لفتته الآخرين للتبرع للمؤسسة، ونقل البيان عن جوردن: على مدار 34 عام الماضي تشرفت بالشراكة مع ميكاوش ومساعدة في رسم الابتسامة وإسعاد الكثير من الأطفال. حقيقة مايكل جوردن قيمة كبيرة جدا 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 لكرة السلة، يمكن هو أعظم لعيب كرة سلة في تاريخ كرة السلة، مش في الـ NBA بس، في كل العالم. اسم زي ده لما يتبرع بعشرة مليون دولار، دي قيمة هو طبعا بالنسبة له مبلغ عادي انه يتبرع بيه لمؤسسة ميكاوش، لكن هي بتشجع الشخصيات العامة ان هم يبقوا يتبرعوا لأمثال هذه المؤسسات. الحقيقة يعني مفيش أجمل من ان انت تساعد الناس وان انت تشجع الناس انها تساعد كمان. نروح بعد كده بقى لليومين اللي فاتوا دول، كانت بداية مباريات دوري 16 في دوري أبطال أوروبا، والحقيقة أكيد النتائج كشف فيها مفاجآت كتير جدا جدا جدا، لكن كمان هتكون عينينا على يوم الثلاث اللي جاي لمباراة ليفربول وريال مدريد. نجمنا المصري طبعا محمد صلاح، المباراة في الإنفيلد في ليفربول، وطبعا نجمنا المصري هيكون على موعد مع ريال مدريد من جديد. خلونا نشوف جدول نتائج المباريات اللي اتلعبت اليومين اللي فاتوا دول، وكمان نعرف المباريات المتبقية اللي هتتلعب الأسبوع ده. نتائج المباريات اللي فاتت، طبعا ميلان الايطالي، تعالوا نروح مع بعض للشاشه هنا اهو، ميلان الايطالي لعب توتنهام. توتنهام زي ما هو بيقع في الدوري هو بيقع ايضا في دوري ابطال اوروبا، خسر 1-0 من ميلان الايطالي. المباراه طبعا اللي الناس انا ما اتفاجئتش بصراحه، يعني بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، بايرن ميونخ كسب باريس سان جيرمان بميسي بنيمار بمبابي بكل نجوم باريس سان جيرمان، لكن بايرن ميونخ هو فريق البطوله، يعني فريق يوصل للنهائي يوصل للمربع الذهبي، باريس سان جيرمان بيعاني كل مره. بروسيا دورتموند وتشيلسي الانجليزي، برضو تشيلسي زي ما هو العاشر في الدوري الانجليزي بيواصل مسلسل الهبوط في الشامبيونز ليج امام بروسيا دورتموند الالماني. بنفيكا البرتغالي بيفوز على كلوب بروج البلجيكي 2-0. وكمان هنروح بقى للمباريات اللي هيلعبها الفرق في الاسبوع ده يوم الثلاث 21 فبراير، طبعا ليفربول الانجليزي مع ريال مدريد الاسباني، ونابولي الايطالي مع فرانكفورت الالماني. الاربع اللي جاي 22 فبراير، بورتو البرتغالي وانتر ميلان الايطالي، ولايبزيج الالماني هيلاعب مانشستر سيتي الانجليزي. دي كانت نتائج للتشامبيونز ليج والماتشات اللي هنشوفها كمان خلال الاسبوع ده من التشامبيونز ليج. هنطلع فاصل صغير ونرجع عشان نستقبل مفاجاتنا. ورجعنا لحضراتكم، ودلوقتي بقى مع حوارنا، والنهارده هيكون معايا واحد من اساطير الكره الطايره في النادي الاهلي اللي لسه متواجدين ولسه متواجدين ببطوله السوبر على حساب الزمالك وكسبانين مكسب كبير قوي 3-0. معايا اسطوره كره الطائره عبد الله عبد السلام، ولما بنتكلم عن عبد الله عبد السلام فاحنا هنا بنتكلم عن اسطوره بكل المقاييس، اسطوره اخلاقيه، اسطوره في الملعب، اسطوره في العاب الصالات عموما. كابتن عبد الله يعني تاريخ كبير واحترف بره، عمل اسم بره كبير، واحد في كاسات العالم والبطولات اللي شارك فيها اسمه معروف واسمه بارز، منتخب مصر كمان ومشارك في الاولمبيات ومشارك في كل، تقريبا كابتن عبد الله عبد السلام ما سابش حاجه في تاريخه ما عملهاش. بنرحب بكابتن عبد الله عبد السلام نجم النادي الاهلي للكره الطائره. اهلا وسهلا بك يا عبد الرحمن حبيبي يا بودي، ربنا يبارك لك. اهلا وسهلا بك يا حبيبي. يعني فعلا قيمه كبيره جدا 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 بنتشرف بوجودها معانا، ويعني تاريخ كبير في العاب الصالات في كره الفولي. هبدا معاك على طول من ماتش الزمالك، يعني اللقاء ده كان بالنسبة لك إيه؟ لأن دي بطولة بتتعمل لأول مرة، بطولة السوبر، وبرضو أنت من اللعيبة اللي ليها دور فني في الملعب، يعني أنا بشوف أن أنت مدير فني جوه الملعب على طول، فعايز أعرف بقى صعوبة الماتش ده والفترة اللي أنتوا قضيتوها. يعني الموسم اللي فات كان في ماتشات لأول مرة بنشوف فيها يعني حاجات كده غريبة شوية، لكن المرة دي أنت فعلا فعلا بتثبت أن فريق الفولي ده لا ينتهي. ربنا يخليك يا عبد الرحمن، طبعا برحب بيك وبتشرف ان انا موجود معاك النهارده. اول حاجه ببارك للجهاز الفني المحترم بقياده الكابتن ميدو مسرحي، ببارك للعيبه الرجاله، ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، ببارك لجماهيرنا اللي يعني اللي غايبين عننا بقالهم فتره في حضور المباريات. ان شاء الله رب العالمين عندنا بطوله عربيه ان شاء الله يقدروا يجوا يتفرجوا علينا. طبعا المباراه كانت مهمه قوي جدا بالنسبه لنا. خلي بالك احنا السنه اللي فاتت كنا حصل اخفاق في دوري وكاس، الحمد لله رب العالمين قدرنا يعني نختم الموسم ببطوله افريقيه، يعني حاجه نقدر نصالح بيها جمهورنا. بالنسبه طبعا لمباراه السوبر دي كانت مباراه ذو اهميه خاصه جدا. اول حاجه طبعا زي ما انت عارف ده لقاء اهلي وزمالك، ده
لقاء خاص بره البطوله. طبعا تاني حاجه طبعا ودي كانت في المقام الاول، اللي احنا السنه دي اتقابلنا مع الزمالك 4 مرات والحمد لله ربنا كرمنا بيهم بالفوز بنتيجه 3 مباريات. وده الفوز الخامس يا كابتن، احنا كده 5 انتصارات على نفس الفريق. مظبوط. ده كان الفوز الخامس. فانا بقول لك اهميه اللقاء اللي كان اللي فات دوت كله ادوار، يعني ادوار تمهيديه. كان المباراه رقم 5 دي كانت مهمه جدا بالنسبه لنا، اللي هي بطوله، يعني دي بطوله بتطلع بتتوج بكاس سوبر. فكانت تعليمات الجهاز الفني وبما ان كابتن الفريق واللعيبه الكبار اللي معانا اكدنا للناس اللي دي كانت لازم تكون اول لقاء بيننا وبين الزمالك. خلاص ننسى الـ4 اللي فاتوا، اللي يكون دوت اول لقاء بيننا وبين الزمالك. فاحنا خدنا المباراه بجديه، خدنا اللي احنا اول مره نشوف الفريق. طبعا حافظين بعض، عارفين نقاط الضعف والقوه الحمد لله. يعني ركزنا جامد جدا في الفنيات، ركزنا بالمحاضرات، ركزنا في تماريننا، والحمد لله رب العالمين قدرنا نحسم المباراه ب3 اشواط الحمد لله باداء مميز وكالعاده يعني الحمد لله لفرقتنا. طيب هتكلم معاك عن كابتن ميدو مصلحي والاستقرار الفني والفتره الكبيره اللي انتم قضيناها معاه. يمكن انت كمان بالذات لعبت مع كابتن ميدو مصلحي كلاعب وتحت قيادته الفنيه دلوقتي. الاستقرار الفني اللي عامله الفتره اللي فاتت دي، حتى لو في دروب مره ولا حاجه، بس هو الراجل محافظ على الاستقرار الفني حتى في اختياره للشباب اللي بيطلعوا معاكوا. الامور دي كلها تعني ايه بالنسبه للعيبه النادي الاهلي وليك؟ طبعا زي ما انت عارف يا عبد الرحمن، الفرق الكبيره او الكيان الكبير زي النادي الاهلي، حاله الاستقرار بتؤدي للبطولات. ممكن يحصل اخفاق في نص المشوار وانت ماشي. طبعا كابتن ميدو انا طبعا اتشرفت ان انا لعبت معاه او لحقته في الملاعب، ويعني متشرف برضه كل مدير فني يكون بتاعي لحد دلوقتي. بنتكلم طبعا كابتن محمد مصلح عامل مشروع من يعني 4 سنين فاتوا، من دي السنه الخامسه ليه معانا. مشروع يعني محترم جدا، مشروع بيطلع فيه خامات للنادي الاهلي، مشروع شغال بيه للمستقبل. يعني احنا الحمد لله رب العالمين فرقتنا فيها عناصر خبره وعناصر شباب وعناصر ناشئين. كابتن ميدو مصلحي بيدي الفرص للناس كلها، بيتيح الفرصه للشباب اللي هم يعني يتعودوا معانا، الناس الخبرات اللي موجوده، يتعلموا مننا الاصرار، يتعلموا مننا العزيمه، يتعلموا مننا ازاي يحققوا بطولات. الراجل يعني والله يعني مش عشان انا عشرت الراجل ده في الملعب ولعبت معاه ومرني، الراجل ده بيحب النادي الاهلي جدا، الراجل ده يعني متقي ربنا في شغله، الراجل ده يعني بيحاول يحقق طموحات كبيره، يحقق احسن حاجات للنادي الاهلي. فطبعا انا بوجه له الشكر من خلالك، يعني مهما اتكلمت في حقه مش هقدر اوصفه له. هو راجل محترم جدا، راجل بيشتغل بجهد، راجل بيشتغل بعزيمه، والحمد لله رب العالمين ربنا بيكرمه وبيثبت كل بطوله وكل سنه للراجل دوت جدير اللي هو يبقى مدير فني النادي الاهلي. طيب هسألك بس سؤال، بما ان انت كمان معاك اجيال جديده طالعه، شايف الجيل اللي طالع معاكوا ده ازاي معاك ومع احمد صلاح ومع الكابتن ميدو مصلحي، الناس الجديده اللي طالع معاكوا دي ودوركم انتوا معاها ان انتوا تنقلوا لهم ثقافه الفوز وثقافه احتكار البطولات؟ اللي احنا تقريبا الفولي ما فيش بطوله بيشاركها ما بياخدهاش، اذا كان حصل مثلا في سنه او حاجه ده استثناء، لكن العادي ان احنا سلسله الانتصارات المتتاليه، سلسله اللا هزيمه، الكلام ده كله ده العادي بتاعنا. الجيل الحالي بقى هتنقلوا له الثقافه دي ازاي؟ والله عبد الرحمن طبعا سواء يعني الشباب اللي صعد الواحد من الفريق الناشئين والشباب، او سواء اللعيبه اللي احنا بندعمها باختيار المدير الفني. طبعا انت عارف ان الحمد لله رب العالمين بيبقى اهم حاجه عين المدير الفني على اللاعب، اللي هو الشخصيه اللي تيجي اللي هو من سمات النادي الاهلي، اللي هو يلبس التيشيرت الاحمر خلاص يخش معانا في الصف، يعني يلتزم معانا في التمارين، يكون عنده عزيمه واصرار، بتولد كده كده موجوده معاه. فده بيهيئ لك حاجات كتيره، بيوفر لك مجهود كبير. خلاص هو اللعيب شخصيته قويه جاي، خلاص هو اتحط في منظومه النادي الاهلي، في كان النادي الاهلي لعيب خلاص التزم في التمارين، خلاص ابتدى يحط اول رجليه على البطوله، مع اول بطوله خلاص بيمشي في التراك. كلهم طبعا لعيبه محترمين، كلهم لعيبه الحمد لله يعني ذو مهارات وذو فنيات وذو اخلاقيات عاليه، بيساعد المدير الفني على الانسجام. فيعني ان شاء الله رب العالمين مستقبل النادي الاهلي بخير ان شاء الله رب العالمين، الناس اللي موجوده كلها ان شاء الله رب العالمين هتبقى على احسن حاجه باذن الله. طيب التحديات الموسم ده كتير ومستمره، التتويج بالبطوله دي هو يعتبر البدايه بالنسبه لنا، يعني ان شاء الله دي اول بطوله في موسم 23، لكن احنا عندنا لسه موسم طويل وعندنا تحديات كتير الموسم ده، شايف صعوبه الموسم ده في ايه؟ والله هي صعوبتها طبعا اول بطوله بالنسبه لنا هي السوبر، دي كانت مهمه جدا، فالحمد لله ربنا كرمنا بيها. دي احنا خدناها مفتاح لينا،
طبعا احنا التارجت بتاعنا احنا ان شاء الله رب العالمين داخلين كل البطولات ان شاء الله كمان ايام الاسبوع اللي جاي ان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله عندنا البطوله العربيه وان شاء الله ده الهدف الثاني ان شاء الله بعد ما نخلص على خير باذن الله داخلين الدوري وبعدين عندنا الكاس وبعد كده عندنا بطوله افريقيا ان شاء الله شهر 5 احنا بناخدها ستيب باي ستيب. والله اللي احنا بنوصله للناس احنا خدنا بطوله بنفكر في البطوله اللي بعدها ده العادي اللي احنا متعودين عليه منكم يا كابتن. يعني خلاص احنا بالنسبه لنا خلاص بكره ان شاء الله رب العالمين اول تمرينه خلاص قفلنا الصفحه بتاعت موضوع السوبر خلاص ان شاء الله يوم الاثنين عندنا بطوله ثانيه خلاص ان شاء الله رب العالمين متارجتينها ان شاء الله زي ما انت عارف الحمد لله رب العالمين هنلعب على المركز الاول وان شاء الله هنبقى ابطال باذن الله رب العالمين. فان شاء الله كل تركيزنا دلوقتي صب على البطوله العربيه طبعا بطوله قويه بطوله كل الانديه العربيه جاي كل واحد معاه اثنين محترفين على اعلى مستوى ربنا يكرم ان شاء الله احنا برضو معانا محترفين محترمين جدا معانا لويجي محترف ايطالي معانا يوندر محترف كوبي الحمد لله رب العالمين كلهم بيظبطوا كل بطوله وكل يوم وكل اسبوع بيظبطوا اللي هم لعيبه محترفين على مستوى يعني نقدر نستفاد بيهم ونقدر ناخد منهم احسن حاجه ممكنه ان شاء الله. طيب عايز اتكلم معاك عن دور مجلس اداره النادي الاهلي واداره النادي الاهلي ودور اداره النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي طبعا اللي المره دي عاملين موسم استثنائي كمان في حتى في الانتقالات وفي الحاجات اللي جايه من بره النادي يمكن شايفين تجديد كتير تحديدا كمان في فرقه الفولي. طبعا انا بشكر طبعا مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب طبعا انا بشكره جدا طبعا بعد مباراه السوبر تلقى اتصال معاه بارك لي وبارك لي للفريق وللجهاز الفني ووصل لي رساله ليهم اللي احنا ان شاء الله رب العالمين اللي جاي انا يعني اعطاكنا الشخص ان شاء الله رب العالمين نقدر نحققه ونقدر نفرح الجماهير وبارك للجهاز الفني كله بشكر معالي الوزير العمري طبعا في ظهرنا على طول ومعانا في كل وقت معانا في كل مشوار هو تقريبا اكتر حد مسؤول عن ملف الصالات هو معالي الوزير العمري مظبوط 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 طبعا مظبوط من اول يوم او من اول قبل لقاء الزمالك في الادوار التمهيديه جه اجتمع معانا وجه قعد معانا وشد من ازر الفريق طبعا بشكره جدا حاضر طبعا الفاينل وطبعا بشكر كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي طبعا مش متاخر على الفرقه في اي حاجه بيلبي طلباتها كلها طبعا انت عارف منظومه النادي الاهلي كلنا اسره واحده وكلنا عايزين الهدف اللي هو تحقيق البطولات واللي احنا يعني نخلي اسم النادي الاهلي في اعلى مكانه فطبعا بشكر كل اعضاء مجلس الاداره المحترمين وبشكر كابتن محمود الخطيب وبشكر معالي الوزير وكابتن خالد عوضي بشكر النشاط الرياضي بشكر طبعا الجهاز الفني والاداري والطبي كلهم على مجهودهم الشاق اللي معانا بشكر الناس كلها وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله نقدر نحافظ على مكانه النادي الاهلي ونوصل بيه عالميا باذن الله رب العالمين. طيب الاستقرار الفني اللي كنت بتكلم عليه من شويه مع حضرتك كابتن كابتن ميدو مصلحي بقاله سنين ومستمر معاه التاثير الاستقرار الفني ده معاكم والانسجام بينكم وبين الجيل اللي طالع تاني اللعيبه الصغيره اللي طالعه معاكم في الفتره اللي جايه في المسابقات اللي جايه والفتره اللي جايه مع كره الطايره. والله عبد الرحمن احنا كل سنه يعني كابتن ميدو بيحاول يجدد في الفريق على قد ما يقدر بيحاول يخش عناصر جديده في الفريق طبعا في شباب صاعد واحد موجودين بيساعدونا يعني بشكل كويس جدا وبمجهود عالي جدا وقت ما بنحتاجهم بيبقوا موجودين وقت ما الجهاز الفني يعني بيحتاج اي حد فيهم يعني بيأدوا بشكل محترم بيقدروا يفيدوا الفريق دي حاجه مميزه جدا موجوده عندنا ممكن ما تكونش موجوده باقي الفرق ده بيرجع طبعا زي ما قلت لك للتفاهم الانسجام فان شاء الله رب العالمين الفتره الجايه حتى كابتن ميدو مصلح في بعض اللقاءات ان شاء الله الفترة الجاية إن شاء الله يعني جميع النادي الأهلي إن شاء الله هشوف وجوه جديدة إن شاء الله بشكل محترم بشكل احترافي إن شاء الله يقدروا يشرفوا النادي الأهلي بإذن الله. كابتن عبد الله يعني أنا مش عارف أقول لك إيه أنا مش عارف أشكرك إزاي على التواجد معانا النهاردة لكن عايزك تقول كلمة أخيرة لجمهور النادي الأهلي في الفترة اللي جاية. طبعا أول حاجة عبد الرحمن أنت أخ وعزيز وغالي عليا وعشرة العمر. ربنا يخليك ده يعني أنا أتشرف بده جدا يا كابتن الله. لا يا حبيبي وتشرفت ان انا اكون موجود معاك ويعني كتر خيرك اللي يعني من خلال برنامجك اللي انت بتبارك لنا وبتجيب بفريق الكره الطايره ده واجب على كل افراد قناه الاهلي وقناه النادي الاهلي دايما بتدعم في كره الطايره وكل الالعاب الاخرى والبرامج كلها بتفخر بوجود فرقه زي كره الطايره الماسترز دول فرقه يعني من احسن الفرق اللي جت في تاريخ النادي طبعا انا بشكرهم كلهم وبشكرك طبعا رسالتي لجميع النادي الاهلي طبعا بقول لهم وحشتونا ان شاء الله نقدر نساعدكم وزي ما بنفرحكم في كل بطوله ان شاء الله رب العالمين هندخلها باذن الله نحافظ عليها ان شاء الله مستنيينكم بطوله عربيه ان شاء الله البطوله العربيه بجماهير
ان شاء الله مستنيينكم ان شاء الله، يعني نبقى ايد واحده كده نقدر نفرحكم. ان شاء الله تبقى سنه سعيده على النادي الاهلي في جميع الالعاب ان شاء الله باذن الله. وربنا يوفق النادي الاهلي ونشوف النادي الاهلي احسن نادي في الدنيا باذن الله. كابتن عبد الله انا بشكرك جدا، ويعني اتشرفت بوجود حضرتك معانا في 7 دي سبورت هنا، ونتمنى كالعاده الماسترز يشرفونا في الدوري والكاس وفي البطوله العربيه اللي احنا يعني ان شاء الله هنعمل فيها حاجه كويسه. كنت فخور بوجود كابتن عبد الله عبد السلام اسطوره الكره الطائره وكابتن فريق الكره الطائره معانا في 7 دي سبورت، ومفيش ختام اجمل من كده اختم بيه النهارده 7 دي سبورت. احد اساطير النادي الاهلي شرفنا ونورنا، وان شاء الله يكون دايما النادي الاهلي باب الاساطير. وهنا تنتهي حلقتنا من 7 دي سبورت، وإن شاء الله على موعد الأسبوع المقبل. وفي الختام خير سلام.